أشياء تفعلها يوميا بطريقة خاطئة وضارة. تنظيف الأسنان. تجنب دفع اللثة بقوة أثناء تنظيف الأسنان، وابتعد عن تحريك الفرشاة إلى أعلى وأسفل بشكل يسبب تراجع اللثة، ولكن قم بتنظيف الأسنان من خلال القيام بحركات دائرية وحركات إلى الأمام والوراء. كثرة النوم. أثبتت الدراسات أن كثرة النوم هي السبب الأول والرئيسي في ضياع الصحة وعجز الجسم مبكراً، كما أن كثرة النوم لكلا الجنسين ولكل المراحل العمرية هو الخطر الذي يهدد بوجود الشيخوخة المبكرة، ويسبب الكثير من الأمراض مثل السمنة والصداع وآلام الظهر والاكتئاب وأمراض القلب المختلفة. لذلك يجب الابتعاد عن ساعات النوم الطويلة والاكتفاء بالساعات التي يحتاجها الجسم ليستعيد قوته ونشاطه، والتي تتراوح ما بين 6 ساعات إلى 9 ساعات يومياً. سماعات الأذن. استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة ضار جداً، والتعرض للصوت المرتفع لفترات طويلة قد يصيبك بالصداع والدوار. وأيضاً لا يجب مشاركة سماعتك مع أحد غيرك، فذلك قد يسبب نقل بكتيريا الأذن من شخص لآخر، ما يؤدي للإصابة بالعدوى. والبعض يواجهون مشكلة عدم ثبات سماعات الأذن بشكل جيد عند ارتدائها، ولحل هذه المشكلة ارتدي السماعات مثل الشكل الموضح أمامك بالصور، فهذه الطريقة هي الأفضل للحفاظ على ثبات السماعات في أذنك. استخدام الهاتف. الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يؤدي إلى مرض الشيخوخة المبكرة والضعف الجنسي والتأخر الذهني والشعور بالصداع، لذا فيجب عدم الإفراط في التحدث كثيراً حتى لا تتأثر طبلة الأذن بالذبذبات الناتجة عنه. كما أن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب والوحدة. النهوض السريع بعد الاستيقاظ من النوم. النهوض مباشرة عند الاستيقاظ من النوم ضار ويتسبب بارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، فلا بد أن تأخذ بعض الدقائق قبل النهوض من السرير لتعطي إشارة للقلب والمخ أنك على استعداد للقيام والحركة. تناول المشروبات الغازية بكثرة. التعود على شرب المشروبات الغازية وخاصة المشروبات السوداء منها ضار جدا للجسم، حتى أن هناك أشخاصا تعودوا على شربها لدرجة الإدمان، فلا يتناولون أي وجبة بدون تناول المشروبات الغازية، ولكنها تؤثر بالسلب على الجسم وخاصة على العظام، فتؤدي إلى حدوث مرض هشاشة العظام. استخدام المرحاض. دائما كنا نستخدم قديما المراحيض العربية، وأثبتت الدراسات أن هذه المراحيض مثلى لقضاء الحاجة، حيث أن المراحيض الغربية تجعلك تتخذ وضع الجلوس أثناء قضاء الحاجة، وهو ما يجعل أمعاءك كأنبوب ملتف ويعمل على انسدادها، وبالتالي لا تخرج الفضلات من أمعائك إلا بعد الضغط عليها، مما يتسبب عند الكثيرين بالباسور وانسداد الجهاز الهضمي. وللتخلص من هذه المشكلة عليك تغيير وضعية الجلوس هذه، والطريقة الأفضل هي أن تقوم بوضع قدميك على حافة مقعد المرحاض الغربي وأن يرتفع فوقها متخذا وضع القرفصاء بدلا من الجلوس عليه، أو وضع القدمين على شيء مرتفع عن الأرض مع الانحناء إلى الأمام بشكل بسيط حتى تحصل على هذا الوضع الصحيح. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة حقائق وأسرار. وشكرا لكل من يدعم القناة سواء بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعجاب أو وضع تعليق يحفزنا، وإن شاء الله سنقدم كل ما هو جديد ومفيد لكم. يمكنك أيضا مشاهدة